السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 7/11/2022 في مصر، سجل الذهب العيار 24405، البيع 1400، الشراء ما زال في ارتفاع يا جماعة في الأسعار. العيار 22288، البيع 1283، الشراء العيار 21230، البيع 1225، الشراء العيار 18054، البيع 1050، الشراء العيار 14820، البيع 816، الشراء العيار 12702، البيع 700 جنيه، الشراء الذهب عيار 9 سجل 527 جنيه، البيع 525، الشراء الجنيه الذهب ب 9840 جنيه، البيع ب 10840 جنيه، الشراء الأونصة بالدولار الأمريكي سجلت الأونصة 1676 دولار، البيع 1674 دولار، الشراء. من فضلك ما اشتركش في القناة، اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.